شو بعمل بعد ما وصلوا؟ ايه قرب يا اخي قرب. مرحبا يا اخت سوسو. اهلا وسهلا فيني. ليكي ما تواخذينا هذا البنطلون الاحمر، مش انه تفكري انه دارج او شيء، بس اضطريت ضلني بثياب الاخ بابا نويل الله يوجه له الخير. تاخرت كثير علينا بس إيه. ولو كنت غيرته للبنطلون ما انخزق هيداك اللي كنت لابسه، هيداك انا جلد بس طلع مضروب، يعني هو جلد انا فكره جلد بقر طلع جلد غنم، يعني حتى الفساد ضارب بالبناطلين. وينك يا ابو فعور؟ طيب فينا نبلش انا والشباب ناطرينك، مع انه اعصابي هلا عم ترجف. بتحب تروق شوي ولا خليك شوي؟ متعود اني اشتغل تحت الضغط. بالاول ما عرفتك على صديقي ورفيقي وزميلي ومدير اعمالي وصديقي من ايام الطفوله، وهو يعني عازف والموزع الاساسي، وكل يوم بشوفه وعلى بكره والظهر وعشيه. بس انا خيو، بدك تعتمد كيف؟ مثل خيو، مثل اخ واعز. بس ذكرني باسمك، دائما بنسى اسمي. جو يا جو. جو اسم صعب، ولكن ليش ما بتغيره؟ اعطيك اسم هيك من حرف او حرف ونص. اهلا وسهلا فيك. فينا نبلش استفسار؟ نبلش ان شاء الله ما يكون اسئلتك مثل عادي سخيفه، لانه هلا اجواء اعياد. لا ولا يهمك، ما بدنا يطلع توترنا على الجمهور. حبيبي انا اشتقت له عبر هالشاشه. بعد ما بلشنا هلا حنبلش. يلا بلشي. مساء الخير لكم مشاهدينا، حلقتنا اليوم مميزة جدا، لأن طبعا رمز للأعياد ورمز لهالوقت الحلو من السنة، وجلستنا فنية بامتياز. معكم أسس دخيلة أبانا رعم بيروت، بجلسة فنية مع الفنان الكبير العظيم فوزي بولوزي. اهلا وسهلا فيك، ميري كريسماس بما انك لابس بابا نويل. تسلمي الله يخليكي. اولا شو عاملي على راس السنه يا ست سوسو؟ ولا ما بعرف، اذا بتعزمني على حفلتك بجي. عندي كثير رفيقه لك، هيك بنروح بنعمل كوبلات وبنتسلى ونعمل قصص وحكايات. عندي كثير اصحاب. واهلا وسهلا كمان بمدير اعمالك استاذ جو. ليك هلا انا محضر كثير اغاني جديده، ولكن هلا المشكله اللي صارت معي انا موترتني مع مدير المول. كنا هلا بمول معين ما راح نسميه، ما بدنا نعمل دعايه. نعم. هو قال لي بدك تعمل حفلات وكذا، طلعت لعنده انا وصديقي الاخ جو. طلعنا على اساس نعمل حفلات، واذ فجاه بزت بوجهي ثياب حمر بقول لي البسهم واعملهم بابا نويل، واعطاني هيدا الجرس قال لي يلا قول هو هو هو. قلت له انا فوزي بولوزي اهات ومواويل واغاني واعمال. ايه وقال له بيجي انا بدي اقول هو هو هو. قلت له لا مش انا اللي بعملهم، بدك تعملهم غصب عنك ما بتعملهم. بالاخر عملتهم. ليش؟ لانه نحن بحاجه لقرشين متوخزينه هلا، يعني 150 دولار او 200، قديش اتفقنا معه بالاخر؟ قديش عطاك؟ اعطانا 20 دولار. كيف 20؟ هلا بعد المقابله، بعد المقابله. طيب استاذ فوزي، كنت هونيك انوجدت هونيك يعني؟ انوجدت شخصيا. نعم. وانوجدوا المعجبين وانوجد كل شيء، ولكن الاغنيه تحولت لشرقي، هي اغنيه جينجل بيلز، انا غنيتها بالشرق. فينا نسمعها هلا مباشره؟ نعم شرقتها. شرقت. الجمهور تغير الجمهور. هلا تغير الجمهور طبعا. كانوا على اساس كبار، على اساس الجمهور كبار. فجأة صاروا أولاد. أوكي. أنا عندي من كل الأعمار، من كل القياسات، من كل الأجناس، عندي شباب وبنات وبين بين، يعني من كل ال... هلأ رح نسمع بدو يرافقنا الأخ. حضرته جو بيدق على ال... جو بيدق بس أنه جايبني معه دفيف. بس جايبني معه جايبه معي دفيف. قال له جينجل بيلز، قال له بس تلاقي دوزان. اتفضل دوزان. جينجل بيلز جينجل بيلز اوه جينجلز اون ذا واي اول ذا نايت مش بكرايت. هي بالعربي حعمل لك كلمات. انا السكواني جاي عم بيتلاقوا الاصحاب بهدي قلب الباب. يعني هي مشرقه، انا لما شرق شغلي ما بغربها. معروف في من زمان وجاي. طيب رح نزلها بالكليب الجديد استاذ فوزي. هلا خلينا بما انه هيدي المقابله حصريه لحضرتك. حصريه ما حصريه، اخر همي انا عندي اعمال جديده هلا بخبرك عنهم اذا بدك. ما هيدا اللي بدنا نسالك اياه، لانه حضرتك اعمالك الجديده خليها تكون سكوب بحلقتنا لليوم. ليكي انا على اتصال دائم مع الملحن الكبير صفوت عنزلوطي. هيدا صفوت عنزلوطي كل يوم بحكي معه لانه بدي منه لحن. نعم استاذ فوزي. نعم. هيدا مات صار له سنتين ميت. توفى صفوت عنزلوطي؟ توفى من سنتين. والله
انت عم بحكي مع ورست ويمكن او شيء من هالنوع. ما بعرف وكيف يموت هيدا، بدي منه مصاري يا اخي، متاكد من كلامك؟ هذا كل العالم بدها منه، هذا مات مديون 100 دولار مليون دولار. لك شو بدي بالمليون دولار؟ بدي منه 200 دولار، كيف بموت؟ اكل اكل حالي. طيب ما بدي اعصب هلا، مش مش هو، انا اصلا كنت بدي اخذ لحن ثاني من رضوان عرموط. نعم رضوان عرموط الله يرحمه، الموت غيبه. نعم هذا بعده طيب يا اخي، بعده طيب هيدا رضوان عرموط بعده طيب، شو بك؟ طب ليش عم تبخعني 100 مره؟ اقول لك ما تبخعني قدام بالمقابلات، حتى لو ما بتحكي ما تقولها، ليش بدك تبخعني دائما؟ مش قصدي ابخعك، انا مش مضطر انبخع قدام المقابلات، حتى لو مات بتقلي ما بتقلي مات، اذا بعده طيب ما بتقلي انه بعده طيب، واذا بعده طيب هذا هو بده مني مصاري، ليش ما مات هذا؟ معلش استاذ فوزي، فينا نكمل المقابله لانه كمل المقابله كمل المقابله. تفضل خبرنا شو الجديد، شو هي الاغنيه الجديده؟ شو عندي هلا؟ بدي نزل الكاسات عن السطح. كاسات يعني هذا سيديات بسموه، بابا خلص صاروا على اونلاين، صار اونلاين، بدي نزله اونلاين. نعم بدي ارجع ارفعه اوت لاين يعني ابلود، ونرجع نفوت نحن ان بكل هالاجواء، وعنا عنا على بيج على فيسبوك. نعم عنا على تويتر، وعاملين حفلة على فيسبوك هالسنين الله راد، لأنه ما في ولا حفلة عم تأخذنا، عم بتصل بالمرابع عم بيقولوا بدنا رقصات ما رقصات، في خطيبة مولادي خواصر هي عندها شغلات، قلت لي يمكن هلأ تزبط لي شغلي يعني كي معهم أنا هون لأني ما خبرتك يا هون هولي. إيه فمعزومي على رأس سنين حنا وياك نصر. شكرا كتير كتير استفقنا، بدي أقول لك ينعاد عليك. شكرا حضرتك ومدير عملك جو. قال له ليلة عين ليلة عين ليلة ليلة عين، هي مشرقة إذا بتسمعيها مغربي يا لطيف. هلأ خلصت مقابلي تقلي بقى ما نصر على عصبي، لايك كتير لذيذة حبيتها. هلأ بعدنا عم نصور؟ لا لا وقف الشباب خلص ذاكروا، أنت متجوزي خاطبي كذا وإذا